على اهداف الانترفيوز واستعدنا نفسيا احنا واطفالنا علشان نمر بهذه العمليه اللي ممكن تكون شويه مرهقه. كمان لازم نعرف عن محتوى الانترفيوز، ايه الاجزاء اللي بتتضمنها كل انترفيو. طبعا الانترفيوز بتختلف من مدرسه للاخرى وبتختلف من حضانه للثانيه، بس بشكل عام بيكون في قاعده عريضه بيتضمنها كل انترفيو في اي مؤسسه تعليميه. الاجزاء دي مش بالترتيب، ولكن لازم نعرفهم ونتدرب عليهم كويس عشان نستعد احنا كاولياء امور وكطلبه ان احنا نجتاز عمليه الانترفيوز. عامة ممكن يسأل الطفل عن هذه الأجزاء. أول حاجة to answer personal questions، إن الطالب أو الطفل يكون قادر على الإجابة عن أسئلة شخصية عن نفسه، وطبعا بتكون باللغة الإنجليزية. تاني جزء من أجزاء الانترفيوز is about the English language content، بيكون عن المادة العلمية للغة الإنجليزية، ودي هنشرحها بالتفصيل في هذا الفيديو. ثالث جزء من أجزاء الانترفيوز is to follow simple instructions، أو قدرة الطفل إن هو يتبع التعليمات البسيطة اللي ممكن تدور في محيط الكلاسروم أو المدرسة. رابع جزء وهو الأخير is to solve simple problems، كمان الطفل بيواجه مشاكل وهي مشاكل بسيطة وطفولية، بس لازم يكون قادر على حلها باللغة الإنجليزية. وزي ما فهمنا الأجزاء دي مش بالترتيب، ولكن خلينا نشوف أول جزء وهو to answer personal questions. التيتشر المدرس أو المدرسة بتسأل الطفل عن معظم الأسئلة دي، والطفل لازم يكون قادر إن هو يتجاوب مع المدرس والمدرسة باللغة الإنجليزية. مش شرط إن هو يجاوب على كل الأسئلة بشكل perfect، ولكن إن هو يكون قادر على التفاعل مع المدرسة، وحتى لو مش فاهم أو مش عارف جزء من الأسئلة يقول I'm sorry I don't understand. I am sorry, I don't understand. أنا آسف أنا مش فاهم. Or I'm sorry, I don't know. I am sorry, I don't know. طبيعي جدا أن الطفل يكون مش عارف بعض من هذه الأسئلة والأجوبة، وطبيعي جدا أن هو يقول أنا آسف أنا مش عارف أو أنا آسف أنا مش فاهم. خلينا نعرف الأسئلة وخلينا نتدرب عليها كويس جدا إحنا وأطفالنا. أول سؤال ممكن يكون What's your name? What's your name? الطفل بيقول My name is أحمد، my name is Tamer for example. تاني حاجة how old are you? How old are you? ما عمرك؟ الطفل بيقول I am 3 years old، I am 4 years old، على حسب عمر الطفل. تالت حاجة where do you live? Where do you live? أين تسكن؟ Where do you live? الطفل بيقول I live in Dubai، I live in Egypt، I live in Qatar for example. I live in، أنا أسكن في. What's your father's name? What's your father's name? أو بيسأل عن اسم الوالد. What's your father's name? الطفل بيقول My father's name is، ويبدأ يقول اسم والده. My father's name is عمر. My father's name is أحمد for example. وممكن كمان المدرس أو المدرسة يسأله What's your mother's name? What's your mother's name? فالطفل بيقول My mother's name is. My mother's name is، ويقول اسم الوالدة. Do you have siblings? Do you have siblings? عندك إخوة أو أخوات؟ ممكن الطفل يقول Yes, I have one brother or one sister. I have one brother or one sister. أو ممكن يقول I have two brothers and one sister. I have two sisters and one brother for example. ممكن كمان التيتشر تقول What are you wearing? What are you wearing? تسأل الطفل عن هو لابس إيه. ممكن الطفل يقول I'm wearing a dress. لو هي طفلة I'm wearing a dress. Or I'm wearing a t-shirt and pants. I'm wearing a t-shirt and pants. أنا لابس t-shirt and pants. بنطلون. كمان ممكن التيتشر تسأل تقول When is your birthday? When is your birthday? ايه هو عيد ميلادك؟ الطفل لازم يكون على دراية بعيد ميلاده او على الاقل شهر عيد ميلاده. My birthday is on September او My birthday is on the 2nd of September for example. اخر حاجة ممكن يتسأل فيها What's your favorite color? What's your favorite color? ما هو لونك المفضل؟ What's your favorite color? الطفل بيقول My favorite color is yellow. My favorite color is orange or red. وكل الألوان والمادة العلمية دي هناخدها في جزء تاني من الانترفيو. تاني جزء من الانترفيو ممكن يسأل عن English language content، المادة العلمية للغة الإنجليزية. إيه المادة العلمية للغة الإنجليزية بالنسبة للطفل؟ بتتضمن الآتي: colors، colors اللي هي ألوان، shapes الأشكال، shapes، transportation modes أو وسائل التنقل، transportation modes، seasons
seasons وهي الفصول أو فصول السنة seasons. كمان days of the week, days of the week أيام الأسبوع. Months of the year, months of the year شهور السنة. Animals, animals الحيوانات, حيوانات المزرعة وحيوانات الغابة. For animals and jungle animals. Numbers الأرقام and alphabets الحروف الأبجدية. وكل المحتوى ده هيكون مرفق بالفيديو بالنطق بتاعه علشان نتدرب إحنا وأطفالنا على كل النطق ومعاني هذه المفردات. تالت جزء من exam interview is to follow simple instructions. الطفل لازم يكون عنده القدرة إن هو يتبع التعليمات البسيطة ولكن باللغة الإنجليزية. إيه هي التعليمات البسيطة اللي ممكن تكون في محيط الكلاسروم؟ هي كالآتي: Can you sit down? Can you sit down? ممكن تجلس. Can you sit down? Can you stand up? Can you stand up? ممكن تقوم تقف. Can you stand up? Can you give me your bag? Can you give me your bag? ممكن تديني شنطتك. Can you give me your pen? Can you give me your pen? أو قلمك أو whatever. Can you give me? الطفل دايما بيقول here you are, here you are. تفضل. Here you are. Or please keep quiet. Please keep quiet. لو سمحتوا هدوء. Please keep quiet. Please wash your hands. Please wash your hands. Please wash your hands. دي حاجة من التعليمات البسيطة اللي ممكن تكون موجودة في classroom. Please wash your hands. Let's color. Let's color. ممكن نلون. Let's color. Can you repeat after me? Can you repeat after me? ممكن تعيد ورايا. Can you repeat after me? Please talk louder. Please talk louder. لو سمحت اتكلم بصوت أعلى. Please talk louder. Please talk slowly. Please talk slowly. لو سمحت اتكلم بشكل أبطأ. Please talk slowly. ودي تقريبا معظم التعليمات البسيطة اللي الطفل لازم يكون على دراية بيها وفهمها بشكل كويس عشان يقدر يتعامل بشكل جيد في الكلاسروم. رابع جزء هو الجزء الأخير من exam interview is to solve simple problems. الطفل يكون قادر أنه يحل مشاكل بسيطة خاصة بمحيط الكلاسروم. إيه هي المشاكل البسيطة والطفولية اللي ممكن تواجه الطفل؟ المشاكل بتتضمن sharing or taking turns or crying. Sharing المشاركة. Taking turns أو أن كل واحد يكون له دور. أو crying وهو البكاء. إزاي هنتصرف في الحاجات دي باللغة الإنجليزية؟ خلينا نشوف. Could you share this toy with me? Could you share this toy with me? ممكن تشارك اللعبة دي معايا. Now it's my turn. Can you wait? Now it's my turn. Can you wait? دلوقتي دوري. Can you wait? Or please don't cry. I cannot understand you. Please don't cry. Please don't cry. I cannot understand you. لو سمحت ما تبكيش. I cannot understand you. مش فهمك. دي بعض المشاكل البسيطة اللي ممكن تقابل الأطفال ولازم يكونوا فاهمينها باللغة الإنجليزية ويقدروا إن هم يجاوبوا أو يتفاعلوا مع هذه المشاكل باللغة الإنجليزية. وما تنسوش بعد ما الانترفيو يخلص ان انتوا تشكروا الانترفيور على وقته, تشكروا المدرس او المدرسة على وقتهم. Thank you for your time. Thank you for your time. And I thank you for your time. اشوفكم في الفيديو الجاي.